المنتخب الوطني النسوي يتوج بطلا لدورة اتحاد شمال افريقيا للمنتخبات النسائية لأقل من 20 سنة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية، وجاء الأخير أمام المنتخب التونسي بهدفين نظيفين. الهدف الأول جاء في الدقيقة 18 عن طريق اللاعبة ياسمين بن حسين. باقي دقائق الشوط الأول لم تحمل أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي بتفوق اللاعبات المغربيات بهدف نظيف. خلال الجولة الثانية وفي حدود الدقيقة 46 اللاعبة صوفيا بوفتيني تضيف الهدف الثاني للعناصر الوطنية. بعدها ضغط المنتخب الوطني بقوة على مرمى تونس دون أن تجد الكرة طريقها إلى المرمى لتنتهي المواجهة بفوز العناصر الوطنية بهدفين نظيفين. من بعد لي جوز افريكا اكيد كنا عارفين ان كاينه بطوله شمال افريقيا او نسخه ليها غدا هنا في المغرب. يعني من بعد لي جوز افريكا عملنا دو ستاج، استعدينا لهذه البطوله باش نربحوها، يعني وهذا افتخار كبير اننا نفوز باول كاس لبطوله شمال افريقيا ديال لي ايفان، وخصوصا انه كان منظم عندنا في المغرب، يعني ما كانش خصنا نضيعوه. الحمد لله في بلادنا ما جاتش تجي شي فرقه اخرى وتاخذ الكاس من عندنا. الحمد لله لعبنا مزيان، لعبنا نفس الفرق كانوا صعاب، الحمد لله قدرنا نتفوقوا عليهم كاملين. والله كيف كنت نحكي مع الزملاء نتاعي قبل، نحن الفريق التونسي ضايع فريق عندنا اسبوعين من اللي وقع انتقاء اللاعبات، دونك والفريق الوطني التونسي عنده سنتين وهو مرتاح، والبطوله التونسيه النسائيه مازالت ماهيش ناشطه. نحن عملنا معسكر باسبوع قبل ما نجيو نشارك في الدوره دي. لقب ينضاف إلى خزينة المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة ومحطة مهمة من أجل الاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة. من جهته تمكن منتخب بوركينا فاسو من احتلال الرتبة الثانية في دورة اتحاد شمال إفريقيا للمنتخبات النسائية لأقل من 20 سنة عقب فوزه في مباراته الأخيرة أمام منتخب الجزائر بهدفين لواحد. بوركينا فاسو تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق عميدة الفريق نانا جولييت في حدود الدقيقة 23. 10 دقائق بعد ذلك الحكم تعلن عن ضربة جزاء لصالح بوركينا فاسو نجحت في تسجيلها اللاعبة ستيلا إلودي لينتهي الشوط الأول بفوز بوركينا فاسو بهدفين نظيفين. خلال الشوط الثاني ورغم بعض المحاولات من هنا وهناك إلا أن الكرة لم تجد طريقها إلى المرمى إلى حدود الدقيقة الأخيرة حين تمكنت اللاعبة إيناس الصغيري من إحراز الهدف الوحيد للجزائر لتنتهي المباراة بفوز بوركينا فاسو بهدفين لواحد. on a fait un bon match. Bon, l'équipe pouvait égaliser. Je pense que les occasions ça venait, ça ratait jusqu'à en deuxième mi-temps on a minimum 3 occasions qu'on a ratées dans les 20 premières minutes. Je pense que on devrait, si on marque un ou deux, je pense que on n'allait pas se fatiguer ce genre de trucs. يعني بكل صراحة كنا خايفين parce que les Burkinabiens كانوا ملاح physiquement, كانوا قاع les duels, كانوا un peu un contre un, قاع داونا les ballons, que ce soit au sol ou en l'air. دونك ما درناش المقابلة سيرتو لا بريمير ميتون، ما كناش كاع في، ما خدمناش، ما لعبناش. نتيجة مكنت منتخب بوركينا فاسو من احتلال الرتبة الثانية في البطولة بتحقيقه انتصارين وخسارة واحدة، فيما منتخب الجزائر اكتفى بالصف الثالث بعد هزيمتين وانتصار وحيد.